ما يجوز. هذه تسأل تقول إنها مودعة مالها في البنك وتأخذ عليه فوائد ربوية وتعطيها للفقراء، ما يجوز هذا، ما يجوز أخذ الفوائد وإعطاها للفقراء. لكن الفتوى فيما لو تاب الإنسان، تاب كان يأخذ فوائد وتاب وعنده هذه الفوائد ما لا يعمل بها، تخلص منها يعطيها للفقراء. أما يقول بستمر أخذ الفوائد وأعطيها للفقراء، هذا ما يجوز، حرام هذا. نعم.